عسل وصباحه سكر وصباحه هنا وصباحه رضا. انا لابسه دلوقتي وخرجت، فعشان كده قلت اصبح عليكم اول. لكن انا هوريكم بقى انا ايه عملت ايه قبل ما احضر ان انا البس. حضرت شويه حاجات حلوه قوي من هيك نعملها سوا. وعملت ايه كمان؟ بس حضرت شويه حاجات، هخش دلوقتي نفطر نعمل فطار عشان انا عايزه افطر قبل ما امشي. نفطر ونمشي على طول. رايحين فين؟ إيه النهارده نعمل الصيانه بتاعت العربيه اللي هي معرفش كل فين كده، دي في التوكيل يعني. ناخد عربيه نوديها الصيانه ونرجع. خلاص يلا بينا، اضغطي لايك بقى. ها يلا بينا. لا تعالي اول شوفي انا عملت ايه وهعمل ايه ونرجع. تاخرنا لسه، بس هفطر احضر فطار على السريع. بس اسرع قبل ما نقفل العربيه. 5 ثواني يلا نعمل فطار، اسرع فطار ممكن تعمليه في حياتك. ربنا يجعل صباحكم خير يا رب، عشان الحكم لو اتاخرنا ممكن يرجعنا تاني. يلا مع السلامه. اما عادش رجع تاني هتعمل هتوضى لبكره. صباح وعسل. اعمل فطار بسرعه بسرعه لان هو مش راضي يفطر، فاعمل فطار ليا يعني. يلا بينا نفطر بقى الفطار الدلع ده. ده جاتويا نشوه ده ولا ده ايه؟ لا ده بصوا حاجه كده دلع دلع دلع. ده توست الرز كده، حطينا عليه معلقه شوكولاته دارك، وهنحط عليه معلقه فول سوداني، زبده فول السوداني من فوق كده اكنها قطعه جاتو. تنزلي عليها باي مكسرات عندك، انا حطيت عين جمل بس. والله بصوا المنظر فظيع. لا وبعدين لقيت نص مزيق، قلت هحطها كمان في النص تبقى دلع دلع. قلت بقى نحدق يعني من حاجه حادقه بقى. جبت لبنه كده وحطيت عليها خيار، وبصوا مفيش احلى ولا اخف ولا اجمل من الفطار ده بجد. فطار فظيع فظيع فظيع. كوبايه بقى كده كابتشينو على مزاجك، معلقه سكر ستيفيا عليها معلقه كابتشينو اي نسكافيه بلاك، وتدوبيهم كده بشويه ميه لما يبقوا كريمي. وتنزلي بالتلج واللبن بقى، واللبن بقى تكوني برضو ضربه شويه بيعمل وش كده في الاخر. شايفه بصوا الكوبايه لوحدها تموت من العطش بجد فظيع. على الصبح كده ما تشربي الكوبايه دي انتعاش وفوقان وفطار كله دلع بجد. حلو قوي قوي يعني. الشمس في وشي فمش شايفه واتاخرت. مش هنخلص ولا ايه؟ اكمل فطاري في العربيه. ودينا العربيه للصيانه. المشكله ايه بقى؟ ان هي هتقعد ساعتين وساعتين. اخدوا الرقم، هتقعد ساعتين. فطبعا احنا مش هنقعد في حته. خدت الرقم. هنقعد بقى ساعتين فين؟ فالمهم ادت للبيت الرقم. هنقعد ساعتين فين بقى؟ في قرية هنا. ماشي ما تروحي نشوي وسبيني هنا. روح يا اخوي نشوي، عايزة تكون بردة. المهم فعشان نوصل لقرية نقعد فيها نمشي ماشي رياضة. لا مشي مين رياضة، ده ركب يابا. ركب يابا، ركبي يابا، انا ركبي بتوجعني. عظمك يا رضا، ده الكلام ده كان زمان ايام الشباب. ما يغركش ان احنا يعني مكاجولين ولابسين كاجوال، بس اقسم بالله العظمه مخوخه. فما يغركش. توك توك، فهنركب توك توك نروح هناك. ما فيش توك توك فاضي، هنتبهدل بهدلة السنين دلوقتي. صور بقى والكلام ده. اه واصور بقى ان احنا في توك توك بقى وكده، على سبيل ان احنا يعني ناس ايه؟ اول مره ناس. اه ناس هاي. اه اول مره نركب توك توك بقى، احنا ناس نايتي. اول مره نركب توك توك يا جماعه، فحاجه بجد تجربه تجربه حلوه قوي. هنخش بقى نقعد هنا نشرب اي حاجه كده على السريع. ما اروحش في حته لما اشتغل انا اصلا. بص لقيتهم بيخبوز عيش، قلت له بس اخبز معاكم. ايه والله، قال لي طب استني بقى طلعي انت الرغيفين دول. إيه عيش بصوا كان سخن لسه طالع، قلت له والله لازم الرغيفين اللي اخدهم اطلعهم انا بايدي من الفرن. ربنا يحسن ما بين ايدينا. خلاص خلصنا اليوم بقى وهنروح، هنجيب العربيه واحنا مروحين ونروح على البيت. ازيكم؟ يلا بينا بقى نشوف هنقضي يومنا ازاي. جبت اكل العيال،
بس اكيد اعمل لهم اي حاجه بالليل في العشاء ولا اي حاجه عشان ما يزعلوش. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي ونبدا بقى. انا قبل ما امشي اصلا الصبح طلعت الفول الحصى والفول المدمس، حطيت كده الفول الحصى ده واحط عليه شويه ميه سخنه وهسيبه كده مفيش ساعتين، وبعدين ابقى احط عليه بقيه الحاجه. بصوا ده اللي محضره جنبي الفول المدشوش اللي هو المتكسر والعدس. بعد ساعتين كده قمت حط عليه مفيش يعني نص كوبايه فول مدشوش وربع كوبايه عدس، ما بحطش حاجه تانية في الفول المدمس بتاعي غير دول بس، لا بحط لا بصل ولا كركم ولا توم ولا اي حاجه. انا ما عملتش حاجه المره دي، ساعات بجرب واحط يعني، بس دي اكتر طريقه انا معتاده عليها. ينزل كده ده حوالي كوبايه ونص فول حصى عليهم نص كوبايه فول مدشوش وربع كوبايه عدس بجبه، عدس مش بجبه عدس اصفر. وخلاص بقى كده لما تنقعهم كده مع الفول، لما اتنقع طلعته بقى حطيته في قدره الفول وهنزل عليه بقى شويه ميه سخنه وهسيبه واوطي عليه النار خالص شمعه يستوي براحته خالص على اقل من مهله. وبعدين قبل بقى ايه ما امشي قلت كمان بالمره النهارده كل سنه وانتم طيبين عاشورة، قلت اما نعمل الغله كده انا جبتها ونقيتها وقلت هنقعها في شويه ميه برضو ساعتين، عمال ما انا اكون خلصت مشاويري واكون خلصت اللي ورايا تكون هي كمان ايه اتنقعت بقى كده واستوت. بصوا بقى انا جيت البيت واشتريت اكتر حاجه كان نفسي فيها حصيره، عايزه افرشها هنا، حلوه قوي 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 وبتنضف بسرعه وجميله كده، وفي الحر مهل احسن واخف، بتجري لورا ليه؟ في الحر احسن واخف من الحاجات التقيله دي، هشيلها وافرش الحصيره اشوف مقاسها ايه. يلا بينا. ما تتخيلوش انا فرحانه ازاي بالحصيره دي، ناديت لامير ابني يشيل ما يشيل معايا بقى الحاجات دي ويرفعها كده ويرفع لي الترابيزه، وشلت الكفر ده كده حطيته على جنب وكنست كده الارض. انا كده كده كان ساهم لمعاها، بس برضو قلت يعني ايه قشره لب بقى بتاعت فشار اي حاجه، انتوا عارفين القعده دي كده. بصوا بقى الحصيره يا ولاد وبساطتها وحلاوتها وقعدتها كده والنعمه، الصيف ما يحلى غير بقعده حصيره والله العظيم، قعدتها حلوه قوي وتتكنس بسرعه وبتنضف بسرعه. بس يا كيتي، كيتي قاعده جنبي وانا بس يا حبيبتي. بصوا فرشتها كده ولا، ونادين بتقول لي يا ماما دي ماركه معرفش الحصيره مرسوم عليها ماركه ايه يا ولاد، مش عارفه نادين ونانو اللي حافظينها، قالوا لي يا ماما لا دي ماركه. اكيد ده رسمه بس يعني، لا ماركه ولا بتاعهم بيهزروا. جبت الحصيره بكام؟ جبتها بسبعين جنيه من الراجل اللي بيعدي في الشارع بقى عنده حصير وعنده كليم وعنده الحاجات دي، بس حلوة كبيرة ومساحتها كبيرة يعني. أمل بتقولي والله سعرها حلو يعني، الحاجات غلت وهي والله سعرها حلو. وعايزة أقول لكم ناس كتير بيشتروهم يعني في الصيف بقى، قعدة السطح الحاجات دي تقعدي كده بقى تبقى حلوة. كنست الحتة دي وفرشت بقى فيها المكان ده وشلت بقى، كنت جايبة حبة حاجات شلتهم. يلا بينا نطلع بقى، انا اخدت المية بتاعت البطوطاتي ونطلع بقى فوق على السطح نشوف هم هياكلوا ايه وهنحط لهم اكل ولا لا. حطت لهم بقى المية، لقيت لسه عندهم اكل فحطت لهم المية بقى وهم ايه ياكلوا كده ويكبروا بسرعة. انت اكرام الضيف واجب يا جماعة عشان في الاخر ناكله. بصوا بقى انا ولعت الفرن كده وكنت قاعدة، كنا بعد العصر الجو بيبقى فوق على السطح حلو ومفيش في شمس ومفيش في حر، ولعت كده الفرن وكنت جايبه النهارده وانا جايه بعشرة جنيه ذره اخضر من وسط الارض. هو كمان اصلا يعني كانوا زمان هنا ما كانوش بيشتروا الذره، كان بيبقى مزروع في الارض تدي تجيبي لك وتعمليه يعني، بس انا اشتريت دول خمسه كانوا بعشرة جنيه. بس بص عايزه اقول لكم ما بياخدوش وقت في النار وشوي الذره في البيت ليه طعم تاني. شفتوني وانا بركب شنب نعمه الذره ده عليه شويه شعر لو يعني، يلا الحمد لله قشر كده ايه، قعدت اقشر بقى الدره اللي الفرن لقيته جايب صهد بعدته عني شويه، قلت بقى ايه كده اقعد اقشر الدره. انا جبت خمسه كل واحد فينا ليه كوز دره. بص الشعر بتاعها عامل ازاي والنعمه عليها شويه شعر، لا ومسبوخ لونه ايه جميل يعني. قشرت كده وانا فضلت قاعده جنب البط، انا فتحت البط كده يقعد يلعب حواليها شويه وسيبها، حطت لهم الاكل والميه وقعدت في السطح كده جنب الفرن اشوي جوزين الدره. وبعد لما خلصتهم بقى وطلعوا ما فيش في وقت، ما بياخدوش وقت على فكره في النار ولا بياخدوا اي حاجه،
وبعدين الشوي الدودة ده بيبقى ليه طعم تاني كده حلو قوي ونضيف برضو حلو. وقعدت بقى كده ندهت العالي وندهت الامير وندهت النانو. امير كان معايا، بعته هو اللي نده لهم، وقعدنا اتجمعنا بقى كده في القعده دي بقى. بصوا يعني قعده تسوى ملايين الدنيا والله، راحت البال دي بالدنيا وما فيها حقيقي والله. الواحد بيدفع فلوس عشان راحت بال، مع ان على فكره راحت البال لا بتيجي لا بفلوس ولا بمناصب ولا باي حاجه في الدنيا، هي راحت البال كانت تيجي من عند ربنا. بصوا ما شاء الله كوز الذره طالع حلو ازاي، انا بلفه كده بالقشره بتاعته كده يفضل ايه طري معاكي شويه ويبدا سخن كده لحد ما هم يجوا ياكلوه. وقعت احلى جوز ذره ده كنت مطلعاه، قلت ده هاخده. امير ابني قال لي لا انا ماما عايزه، ده كان طري قوي قوي وكان حلو. كل الذره ولا كان حلو بس ده كان احلاهم يعني، ده كان من نصيب امير. اللي طلعه بغطيه اللي طلعه بغطيه. وعايزه اقول لكم ان انا كنت قاعده بعمل كده ونادين كانت قاعده بتنظف الشقه اللي تحت وبتظبطها وبتروق الدنيا، فنادين هي اللي ما كانتش معانا بقى. طلعنا كده وعلينا دهنا له من تحت، قلت له تقعد بقى معانا فوق على السطح ناكل كده كوزين ذره. مش قلت لكم راحت البال مش بالفلوس؟ انا عايزه اشكركم طبعا على الكلام اللي انتوا كتبتوه لي امبارح في الفيديو بتاع امبارح، بجد يعني ما كنتش متوقعه ان احساسها هيوصل لكم كده، وبجد بجد انا فرحانه وربنا يخليكم ليا. بصوا الدوره شكله حلو ازاي. وقعدنا بقى قعده كده بسيطه، قعده حلوه فيها كوز ذره، نعمل كوبايه شاي، قعده كده تسوى ملايين الدنيا. وعايزه اقول لكم انا النهارده مليت البيت كله خير ما تتخيلوش، ده انا اتحسد على الخير اللي انا مليته النهارده للبيت. قعدنا بقى بص امير، قلت له يا امير هات اطمن من كوز الذره بتاعك يا امير، وهو اخد اطمن من كوز الذره بتاعي. بتاع امير احلى واحد فيهم مع ان اصغرهم رفيع قوي بس كان حلو جدا. يلا باي باي بقى. ونزلت بقى ايه قلت احضر لهم الاكل اللي انا ايه عايزه اعمله لهم. هما طبعا انا في المكان اللي انا كنت فيه النهارده الصبح اكتر حاجه بيعملوها حلو قوي المبكبكه، المبكبكه باللحمه، فبعدين انا ولادي بيحبوها قوي قوي منهم، فانا صعبين عليا ان هم ما يجوش معايا لان والله كانت الظروف ما كانتش سامحه ان هم يجوا معايا، لان انا نزلت بدري جدا وهم كانوا نايمين وما كنتش اعرف ان انا اخش اقعد يعني ونقضي اليوم بقى، مش قضينا اليوم يعني قعدنا شويه، فقلت اعمل لهم اللي هم كانوا نفسه ياكلوها يعني. طلعت كده حته لحمه بس دي لحمه الموزه، فالموزه بقى عشان يتاكل عندي في البيت لازم اسويها قوي. بصوا كان الفول بصوا عمل ازاي، كان استوى وعمل ازاي، قشطه والله زبده. عايزه اقول لكم البخار مضيع لونه، عمال ما اللحمه تشوح معانا كنت انا عملت ايه بقى، طلعت البليله اللي كانت منقوعه وولعت عليها على النار. تعالوا بقى اوريكم انا مليت البيت خير ازاي. ده من عند جنه، ده من عند البربير اللي في السياله، والله احلى جبنه بامانه. كنت انا عامله لكم فيه ريفيو عنه في رمضان لايف على الفيسبوك، بجد احلى جبنه انا بجيبها كانت من عنده، كانت الصفيحه دي. وعايزه اقول لكم من احلى جبنه قديمه، الصفيحه دي جبنه قديمه وطعمها مميز، طعمها كريمي كده، عمري ما شفت جبنه قديمه طعمها كريمي، بجد كانت حلوه قوي 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 قوي. بغسل بس ايدي، عايزه اقول لك ما تمدي ايدك في الصفيحه دي عشان يعني ما تبص منك الجبن والحاجات دي، يا تمدي معلقه، مدي معلقه فيها، وانا ما بعرفش مدي معلقه فيها لانها غويطه قوي، يا تكوني غسله ايدك حلو جدا. بصوا بقى المنظر ده، دي احلى حاجه في الدنيا، ما تستري بيتك بقى جبنه وفول، وتستري بيتك بالعيش والجبنه، وفي حاجات اساسيه في البيت طول ما هي موجوده في البيت انا ببقى مرتاحه ومبسوطه، كلنا على فكره كده. بصوا ده بلص المش بتاعي انا بصفيه كده، ليه نشوه بتصفيه، في هرد جبنه هنرجعها للجبنه تاني زي ما هي، وهنسيب بس الحاجات التانيه اللي فيه. ايه هي الحاجات التانيه؟ بصوا انا كل كام شهر كده كل ما اجيب جبنه جديده او اعمل جبنه جديده بحط كده كبشه حلبه حصى، حلبه حصى، وكم قشر سفندي، وكم قرن فلفل اخضر. بعد شهر كده او عايزاها بعد اسبوع عادي، بس انا بعملها كل فتره يعني، اقوم مطلعه كده الحلبه مصفياها بالشطه بالقشر السفندي بالجبنه الرومي بكل الحاجات اللي هي موجوده، واضربها في الخلاط ضربه. عايزه اقول لك شويه مش اقسم بالله كانت ريحتها فوق ما حد يتخيل، والله شويه مش وهتاكلي شويه جبنه ما تتخيليش طعمتها عامله ازاي. اصلا انت ممكن طلعت الجبنه دي دلوقتي تحط عليها شويه المش اللي انا عاملاهم دلوقتي تاكليها حالا فوق ما تتخيلي. بحط لها انا بس شويه قرنين شطه فلفل اخضر، بس انا بقى ما كانش عندي قشر سفندي، دي اللي اكتر حاجه بتزعلني،
بصي بقى المش عامل ازاي، يا لهوي على حلاوته، طماطمايه وحته جبنه يا ولاد، وعيشي مع نفسك بقى ودلعي نفسك. بصوا خلصنا كده اول خير ملانات جبنه، جبت انا التموين، بعت امير يجيب لي التموين. التموين ده قلت لكم هي حصه كده بتطلع للمواطن المصري كل شهر، زيت بقى سكر رز الحاجات دي. بس انا كنت عشان ما كنتش بجيب في عيش فما كانش بيجيب لي فرق عيش، حاجه كده اسمها فرق عيش يعني المصريين هيعرفوها. المهم يعني فده التموين بقى حاجه كده من الدوله، دعم من الدوله. وكنت بقى بعت جبت عيش، العيش ده كتير يا نشوى بس بجيبه وعينه في الفريزر كده على ايام، وعين بقى عينة السكر والزيت وعينة العيش بقى والجبنه، يعني سترنا البيت ستره ما تتخيلهاش. احلى احساسات في البيت في الدنيا لما تملي البيت كده خير وبركه، حاجات كده حد جاي عايز سندوتش جبنه، حد جاي عايز سندوتش فول، الظروف مش تيش مضمناها وما انتيش عارفه الظروف هتوديكي فين ولا هتعملي ايه، فما يبقى عندك الفول كده في التلاجة ومش مكلف، ده انت بتجيبي كوبايه الفول وتعملي بها قدره فول. حطيت بقى كده اللحمه لما استوت نزلت عليها بالبصلايه اتشوحت، وبعدين عصرت عليها شفشق طماطم. بصوا بقى القران والهدوء. أتيت إلى الزمان فصغته كقصيدة تدهو بها الأبيات. أخي المؤمن، ما أجمل أن تتفقد قلبك فإن سلامته سلامتك. عمال ما كانت الطماطم كده كنت قاعده بره شويه جنب الراديو ونسمع الابتهالات بقى بتاعت قبل المغرب دي، بتبقى حلوه قوي. نزلت كده بقى سامعين صوت المبكبكه دي، لو ما بكبكتش البكبكه اللي انتوا سمعتوها تبقى مش مبكبكه. اول ما الطماطم كده استبكت معانا نزلت عليها بشويه شوربه، وبعدين نزلت عليها بالمكرونه على طول. بيقولوا لي عاملين لي مفاجاه، الست دي انا نايمه 24 ساعه والله ما بتقومش من مكان، تحس ان هي هتولد. المهم العيال عاملين لي مفاجاه، العيال عاملين لي مفاجاه ومصممين ان انا انزل اشوفها، فاهم؟ قلت اجيب البخور وانزل اتفاجئ معاكم. يلا يا حاجه، ما جتش تدخل على ماما، ايه اللي هيخطر على بيت دلوقتي؟ حاجه ما تخطرش على بال ماما عشان احنا حرانين. طب تعالوا ننزل بقى نشوف هما عاملين لي مفاجاه ايه. احب الابتهالات بتاعت الراديو قوي. خير، انا جيت الشقه اهو، مش عارفه بقى خير، ربنا يستر. ايه احساسي انه منظفين البيت، افتحوا الانوار. طيب ايوه 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 نورها كده، ربنا ينورها في وشك. من اول عاوزه دي ولا دي؟ إيه حادي بادي سيدي محمد البغدادي شاله وحطه كله على دي. يلا جبت انا دي. في حاجه بتعمل جوه؟ عملتوا ايه؟ انتوا فتحتوا ديسكو؟ ايه ماما ده في اوضتي انا. اوضتك فتحت فيها ديسكو؟ خشي جوه. طيب بسم الله ما شاء الله، الهي تنسطري، الهي تنسطري. مين اللي هنا صوت ايه؟ الديسكو. الهي تنسطري والله العظيم. اوضه يا ما شاء الله والنعمة يا بنتي. يا نادين انت ما تحطي في دماغك في حاجه، ده والله بتاع زهقانه جدا مش لاقي حاجه اعملها. ايه بيزهقي على طول؟ كل يوم بيزهقي. قلنا نعمل تحدي واللي يعمل اوضته احلى ياخد فلوس من ماما. اكتبوا لي في الكومنتات مين اكتر واحده عملت الاوضه بتاعتها احلى، ماشي؟ عشان هم داخلين تحدي. انا عندنا شاي ديسكو بس في الاحلى انا. قولي لهم انت بتقولي ايه؟ الاحلى انا، بس انت هتختاروا نادين عشان هي الانوار. انتوا هتختاروا نادين عشان هي عامله انوار، لكن هي في الاحلى، هي ما عندهاش انوار بقى، اعذروه. يلا بسم الله. بالشمال يا اختي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فلة الفلل. وانا الله ريحة ايه؟ ريحة ايه؟ في برفان طالع وفي الله، يا نهار اسود. واخدت المج واخدت الساعة و... طب بصي فوق، ما شفتيش حاجة تانية؟ بصي فوق اخدت ايه؟ لا انا شفطت البخور كله في صدري. بصي ايوه، ما ينفعش اقول لك قدام الكاميرا. دي مش هفتحها، سيبها مقفولة، ودي اصلا فاضية مش حاجة. ما ينفعش تقولي كده قدام الكاميرا. طيب احنا مش هنقول كده قدام الكاميرا. اخدت الفازه بتاعت المطبخ؟ ماشي ماشي، ما يغلوش عليكي بس والله فله. اكتبوا بقى اوضه مين احلى، اوضه نادين ولا اوضه نانو؟ بس انا رايي ان الاثنين احلى من بعض.
ربنا يخليكوا ليا. مين اللي هياخد فلوس؟ الجمهور. الجمهور هيجمع صندوق. يا علي انا هتحرق. احنا هنعمل صندوق تبرعوا. اعمل صندوق وتختاروا مين اللي هيجمع معانا وانتوا تحطوا في الصندوق. لا دبدوب شوف لاف يو. بيقولوا انهي اوضه احلى من الثانيه؟ اكتبوا في الكومنتات. اقول لكم من وجهه نظري اكتر اوضه هتكسب اوضه امير. اوضه امير فوق، ما حد يتخيل مقلوبه ازاي الشقه. احنا بنطلع وبننزل يعني، بس احنا فوق ما بننزلش. لو عايزين ننزل صراحه، بس هي قالت ينض اوضه عشان قاعدين فوق يبقوا مش وراهم حاجه. اوضتي اصلا بصوا اوضتي واحد والصحراء ده لا زال فيها ولا ماء. خليك انا فوق في شقتي فوق. يجري يا مجدي. وكده خلاص كنت انا طلعت الفول، حطيته كده في طبق بلاستيك كده بسرعه عشان يلحق يبرد معايا عشان عينه بقى في الاكياس. بصوا عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا والله العظيم ظلمه ومش محطوط عليه اي حاجه في الدنيا، هو فول وعدس وبس. طلعيه بقى تحطيه على في الكسرونه بتاعتك، على حبه ملح، حبه زيت، حبه طحينه براحتك، حبه كمون، حبه ليمون براحتك. انا عملته اولا، انا بعت طبقين كده لناس عزاز عليا، بعت لهم كده طبقين يدقوا. بصي احلى حاجه ان انت ما تعملي حاجه تدوقي بها غيرك، على فكره ليها طعم تاني غير احلى من الكيس انت بتعمليه. عايزه اقول لكم الكيس ده قد ايه. انا بجيب الكيس ده ب10 جنيه اساسا من عند الفوال، بس طلع النبي انا عملت 5 كيس هم داخلين على 50 جنيه لو انت هتشتريهم من بره، غير طبقين انا بعتهم كده يعني كسبت حب وموده ومش عارفه وايه يعني ناس، وكسبت توفير وكسبت فول في البيت. يعني بصي كله كسبان. بصوا ما شاء الله كيس كبير ازاي وحلو قوي وجميل، هحطه في الفريزر. ده بقى انا سبته ده لوحده كده في جنب، انا حطيت عليه شويه ميه كده وسخنته، حطيت عليه شويه ملح وكمون وحبه زيت زيتون وادعيلي. بصوا المبكبكه طالعه عامله ازاي فظيعه، مكرونه الجاريه المبكبكه اي حاجه هي بتجري الواحده. بصوا هتجري دلوقتي ولا الفول. انا ما اكلتش انا وعلي مبكبكه والله، وقعدنا مسكنا طبق الفول وقعدنا اكلنا منه اكل بجد هتتهبلي على طعمه. يا جماعه شويه فول قشطه والله العظيم قشطه. هتحدى اي مطعم فيك يا بلدنا يعمل شويه فول زي ده؟ يا بلدنا يا حلوه. لا انا بقول ما بعرفش يعمل فول زي ده، يبقى حلوه ازاي؟ خدنا كده شو ما بياكلوا ده كله. هما بياكلوا. بصوا ايه رايكم فيها؟ جامده والله. المبكبكه الليبيه لا حرام. اي حبيبتي ما شفتش والله لازم الفول جامد، المبكبكه اجمل. هزعل. يلا كل بقى. قعدت بقى كده على الارض قلت والله ما عدت قادره اقوم. جابوا لي البوتاجاز والبليله كانت خلاص استوت معانا، وقعدنا كده نعيش احاسيس بقى ايه يوم عاشوره. كل سنه وانتم طيبين. وقعدنا كده نعمل العشوره. بصوا انا سلقتها وقبل ما تستبل ما الميه بتاعتها تنشف كده على طول نزلت عليها ده كيلو لبن، نزلت عليها بكيلو لبن. وبعدين هحط عليها بس ما يغلي شويه، احط عليها فانيليا ونحط عليها سكر زودتها بس شويه ميه سخنين. انا حطيت عليها شويه الفانيليا. عايزه اقول لكم الولاد كلهم ملمومين حوالينا وقاعدين كده مشغلين بقى ايه ابتهالات بقى قران اللي بتحبي تشغليه تشغليه، وقاعدين كده كل واحد بقى اللي ماسك تليفونه واللي قاعدين نتكلم وقاعدين نساير. كان يوم حلو قوي بجد والله العظيم. الايام بدات تحلو ومش عارفه ليه، سبحان الله الحمد لله. نزلت كده بمعلقتين نشا عليهم معلقه كريم شانتيه وتقلبيهم وتدوبيهم في شويه ميه اهم وتنزلي عليهم. وانا نزلت على ده بنص كيس سكر لان الكميه كانت كبيره، طلعت مظبوط بالظبط. يعني اللي عايزه مسكر اكتر شويه حط عليه شويه سكر. نانو بقى قعدت معايا جنبي على الارض بقى تقلب كده، وقعدنا لما بصوا تقلت خالص ازاي وخلاص شوفوا بقت عامله ازاي فظيعه. عايزه اقول لكم طعمها يجنن. حطيناها واحنا قلنا هنتسحر بيها بقى، احنا اكلنا الفول والحمد لله وقلنا هنتسحر بقى بدي مكان الزبادي، واكلنا وتسحرنا ونمنا وكان يوم حلو. كل سنه وانتم طيبين وما تنسوش تصلي على النبي، وبجد بجد كان يوم جميل. وطبعا الاطباق دي لازم ما تعملي عاشوره والحاجات دي تدوقي بقى جيرانك، تدوقي بقى حبايبك، تدوقي اي حد بيها
هتكسبي مودة وحب الناس. بصوا حطيت عليها على الاطباق دي بقى ايه شويه اللي انا عملته البيت اللي هم الكاسات الخمسه دول هم ومام اللي انا بحطه للناس التانية. حبه جوز هند، حبه زبيب، حبه فول سوداني، عندك مكسرات حطي. بس احنا يعني ايه الحمد لله حتى انا شويه فول سوداني حلو ده المكسرات بتاعتنا. بصوا والله العظيم كان طبق متدلع اخر دلع، وفرحنا بيه بقى حبايبنا. وكل سنه وانت طيبين وربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير. حاجه بسيطه كده تعمليها تدخلي بها الفرحه على قلبك وقلب اللي حواليكي، والله العظيم احسن انت بتحسي بفرحه اكتر من اللي انت بتبعتي له طبق. بص دي شويه قرفه كده صغنطتين كده ايه على الوش، ويلا بقى نتسحر سوا بقى واحنا قاعدين. وكل سنه وانت طيبين وتصبحوا على خير.